أبعد من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم أتكلم بحلاوة روح راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. جربت في مرة أقرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم اتكلم بحلاوة روح راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. اطمن حس الدفء في ايدي على فكرة يا هادي، أنا مبسوطة قوي إن أنا قعدت النهاردة معاك اتكلمت. أنا كمان بجد اتبسطت جدا. اعمل حسابك بكرة الصبح استنى مني تليفون عشان تيجي تقعد معانا. جاهز جدا، أخلي سلمى هي اللي تتصل بيك. أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه. ما تقولش كده. بجد اتبسطت جدا جدا. طب ممكن وأنت خارج بس تاخد باب المكتب في إيديك؟ بس كده؟ عشان أنا لسه عندي شوية شغل. أوكي حاضر. خلي بالك من نفسك. بجد متشكر، مش عارفة أقول لك إيه. ما تقولش كده حبيبي.
رجب هي طلعت ليك في النوع ده من العربيات ولا شوف غيرك؟ انت عايزها تعويره خفيفه ولا؟ ولا ماشي اسيبك بقى وامشي واخليك تعيش. ايه يا عم ياسين اعيش ايه وزفت ايه؟ انت شايف الجو عامل ازاي؟ اكيد مش هنا. انا عايزك تاخد وقتك وراحتك خالص، المهم ان العربيه تحطها تحت عينيك وتظبط المساله في المكان اللي انت عايزه، والاهم انك ما تتلقطش. في ايه يا عم ياسين؟ هي دي اول مره؟ ماشي. انت لسه صاحي؟ قاعد مستنيكي، عايز اعرف انت ناوي على ايه. والله يا بابا انت تعب نفسك على الفاضي. انا خايف عليك يا بنتي. خايف علي من ايه؟ خايف عليكي من نفسك. انت مش معاكي اعتراف سهى واعتراف تاني من ساره؟ اوعى تقول لي اروح اقدم بيهم بلاغ في النيابه. ايوه انا عارف انه مش هيعتد بالتسجيلات دي، بس على الاقل هيحققوا معاهم وهيستدعوا الشهود اللي سمعوا اعترافاتهم، وبعدين هيطلعوا جثه منير. الطريق ده طويل قوي، كله حفر ومطبات، ودايما في النهايه بيوصلني للي انا مش عايزاه. بس ده طريقي وطريقك وطريق الولاد اللي انت بتدرسي لهم في الجامعه. وانا ما قلتلكش انا اصلا قدمت استقالتي. ايه؟ وقريب قوي هقفل كمان مكتب المحاماه وهبطل خالص. تصبح على خير. الولية ناوية تبلغ فيها وتوديني في 60 داهية. لو كانت ناوية تبلغ ما كانتش كلمتني من أصل. ما هي لازم تاخد وتدي معاك في الكلام، أنت ناسي إنك ماسكها من إيدها اللي بتوجعها. هي مش بنتها لسه على ذمتك، يعني لازم تسترسك لغاية ما تطلقها، وبعد كده تبلغ فينا كلنا. طب إيه رأيك بقى إنها مش عايزاني أطلق البنت؟ والنبي إيه؟ يعني هي رضيت عنك فجأة، نامت كده جالها ولي قال لها إن أنت كويس فغيرت رأيها فيك. بقول لك أنا مش فاضيلك. أمال فاضل مين؟ للمحروسة بعد ما ماما طمنتك؟ بقولك ايه؟ لو بلغت عني هوديك في 60 داهية. ما قلتلك مش هتبلغ، قومي بقى وليه تلمي بقى وارجع شقتك. في ايه؟ ارجع شقتي ازاي؟ ده قالت انها هتصفي حسابها مني انا والبيت بتاعك. يا ستي ما تخافيش، انا شوية كده هقولها انك مالكيش ذنب. هو انا هشوفك تاني يعني بعد ما نولت المراد والست سرقت لك الاسطوانة اللي كان ماسكها عليك البيه؟ اللي قولي يا اخويا هي ما ادتلكش الاسطوانة ليه؟ ناوية تقايضك بيها؟ ده خرب بيتك. جعفر حجازي المحامي حاضر مع الأستاذ زياد سيد الرفاعي. أمال فين يحيى عبد الحميد العرابي؟ فريدة الطبقي حاضرة مع وكيل يحيى عبد الحميد العرابي. دكتورة فريدة بتقول لحضرتك وعد الحر دين عليه. ميرسي قوي واشكرها لي. حاضر يا فندم. مع ألف سلامة. بعد إذنك. عاطف جوهر، نسترين، يا نهار اسود، دي فضيحه ولا فضيحه المطاهر يا عاطف يا جوهر. صباح الفل على اجمد رئيس تحرير في مصر. وحشني والله يا أستاذ، وحشني. الحمد لله، ربنا يخليك. معايا ملف قضية دعارة لعاطف جوهر وبنت محامية، وانت عارف عاطف جوهر يبقى شريك مين؟ الوزير عطية عهدي. الورق ده يثبت صحة أقوال الموكلين. على فكرة دي أصول من الصور. انت جبت الأوراق دي من ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ ما تتكلمش الا باذن. اكيد دخلت بيتي من ورايا وسرقت الورق ده منه. قلت لك ما تتكلمش الا باذن. في حاجه تحب تضيفها يا استاذ جعفر؟ لا يا فندم. وبناء عليه قررنا نحن يسري حسين وكيل النائب العام التحفظ على شركة زياد الرفاعي للأوراق المالية لحين انتهاء التحقيقات مع ندب
أحد معاوني النيابة لمراجعة الأوراق والمستندات ومطابقتها مع البيانات الموجودة بهيئة سوق المال وشركة مصر للمقصر، كما قررنا الإفراج المؤقت عن زياد سيد الرفاعي بكفالة قدرها 100,000 جنيه. عايزين نضيف سعادتك منع من السفر. الصبر يا دكتورة، ومخاطبة مكتب السيد النائب العام لوضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. متشكرة ست النائب. لو سمحتي الأستاذ مازن ما كانش ينفع أقولك الكلام ده في التليفون، كان جنبي وأنا بكلمك. كان جنبك؟ وفتح له السبيكر كمان. طب وأنا ظلوطت الكلام؟ ولخبطت وقعدت تقولي أنا كنت مع فريدة وأنت ما بتردش على التليفون ليه؟ وإحنا استنى كان جنبك إزاي وأنت بتكلميني الساعة 3 بعد نص الليل؟ فيها إيه يعني؟ فيها إنك في الكافيه قلتي إنك حتوبي. مش كان لازم أثبت له ولائي؟ وثبتيه حبيبتي؟ حياتك ما أخد في إيدي غلوة. واضح. وبعدين؟ ابداني الامان وجبت لك دول يا بنت ال... لا ايدك على اتفقنا عليه الاول. اخص عليك، انت مش واثقه فيا؟ محدش بيثق في الزمن ده في حد يا روحي. لا الا انا كلمتي سيف على رقبتي. طب خد بالك بقى من رقبتك دي عشان عايز يقطعها لك. بجد؟ مش انت بس، انت والاستاذه بتاعتك ده ناولها على نيه مهببه. اديني بنفسح وراها، ما ينفعش الحوار ده يتم قدام النيابه ولا بالنهار. وحياتك عندي يا ريس، لا تسمع أحلى خبر قبل ما تحط راسك إلى اللادي على مخدتك. لا يا ماما، أنا مش هعمل كده. لا هتعملي كده والجزمة فوق رقبتك. إيه اللي جرالك؟ أنت ما كنتيش عمرك بتعامليني كده. هتعملي اللي قلت لك عليه. مش هقدر. هتقدري. طيب فهميني الأول. عشان أنا عايزة كده. طيب وأنا فين؟ أنت مش هتشوفي اللي أنا شايفاه. لا يا مامي، أنا شايفة وفاهمة كل حاجة بتحصل حواليا، إلا بقى لو كنت عايزاني أكلمه وأجيبه هنا عشان أقتله. تقتليه؟ عايزاني أعمل إيه؟ أقتله بالقلم؟ وأقول له مش هطلع برا؟ زي ما عملتي مع زياد؟ أنت عارفة إن هو ورا كل اللي إحنا فيه دلوقتي. لا يا مامي، مش زي أنا لو شفته قدامي هنسى كل حاجة في الدنيا وافتكر حاجة واحدة بس. افتكر إن هو ده اللي قتل بابا. وساعتها بقى أنا مش عارفة أنا ممكن أعمل إيه. بصي يا حبيبتي. اقعدي. بصي يا سلمى. ساعات البني آدم بيعمل حاجات ما يعرفش هو بيعملها ليه. مش فاهمة. أنا لسه قايلة لك مش هتفهمي. أنا كل طلبة منك تكلميه وتخليه يجي على هنا. طب وليه ماما ما تفهمنيش دلوقتي؟ عشان ما ينفعش. اعملي اللي بقولك عليه وانت ساكتة. تطلبي مني أي حاجة غير إن أنا أجيبه هنا وأقعد معاه. سلمى أبوس إيدك. أنا مش فاضية لك يا حبيبتي. ورايا مليون حاجة غيرك. طيب مش يمكن لو فهمتيني دلوقتي أوافق؟ ما ينفعش. إيه سر؟ أيوه سر. ومش هقول أكتر من كده. وتفضلي بقى اسمعي كلامي ونفذي اللي بقولك عليه. احسن والله العظيم ثلاثة سبلكوا البيت ده متربع على نفخكم. خلاص يا مامي اهدي، انا اسفه. اتفضلي خلصيني. الو. ايوه انا كويسه، انت ازيك؟ بص سلمى، قبل اي حاجه انا بس عايزك بس تعرفي ان والله العظيم انا بحبك
واي حاجه حصلت انا ما كانش ليا اي ذنب فيها. اكيد مامتك فهمتك صح؟ فهمتني مامي. طيب ممكن تيجي الفيلا عندنا الساعة 7؟ خليها 9. بليز تعالى، عايزة أشوفك ضروري. أوكي أستناك. إجلال؟ بس يبقى انت يا اخويا الاستاذ زياد. عايزه ايه؟ طب يا اخويا قول لي اتفضلي الاول. يا فريد، ايه مش كان المفروض تطلعي من النيابه على المكتب على طول؟ اسفه حضرتك، ابقى اغسم لي يومين من مرتبي. يا فريد انا مش بكلمك الصبح، قلت لك انا عايزك في موضوع مهم. والموضوع ده ما يستناش لحد ما اجي المكتب بعد الظهر؟ يعني لو كان يتاكل كان ممكن اجي لحد هنا؟ قول. اترجعت يا اشرف المكتب؟ والله العظيم كنت عارفه انك انت هتقول كده، عشان عارفه ان انت طول عمرك بني ادم تافه. الله يسامحك. قول خلصنا، مش فاضيه لك. ورقتنا اهو. دي قضية توفيق بركات. نوران جابتهم لنقضي الصبح الوقتين دول، وقالت لي بقى على موضوع مهم جدا لازم تعرفيه. يعني انت متأكدة ان فريدة كانت بتسجل لك الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انا شفت الكاميرات بعينيا، بالأمارة زي الكاميرات اللي كانت موجودة عندي في البيت اللي كنت بتصوروا بيها منير. قال يا باشا، هي الصور دي فين؟ للأسف عندها. وانت بقى بعت لها الصور عشان تتأكد ان جوزها بيخونها وتتطلق، مع ان الصور دي كانت هتفيدني قوي في القضيه. قضيتي ايه؟ هو هادي ما قالكش؟ هادي؟ هادي في حاجه انا عايز اعرفها. فريده عرفت منين ان انا عندي سيدي مصور فيه هادي وهو بيسرقني؟ الكذب خيبه، انا اللي قلت لها. هو انت ليه مره للتالته؟ ليه؟ أعمل إيه يا باشا؟ ما أنا قلت الولية اتعدلت معايا، يمكن أقلبها في أي مصلحة. تقلبيها في مصلحة؟ واحدة هتحبسك وتوديكي في 60 داية، راح تقلبيها في مصلحة، بسم الله ما شاء الله عليكي. احمدي ربنا إن أنا لحقتك. طب والختمة الشريف؟ والختمة الشريفة؟ أنا قلت لنفسي الراجل اللي جالي ورساني على حكاية الشيك ده أكيد تبعك، وهو إحساسي طلع في محله. كان زمانك مشرفه هناك دلوقتي. الشر بره وبعيد ان شاء الله اللي يكرهوني. وبعدين اصلا لو شرفت هناك مش هشرف لوحدي، وعليا وعلى اعدائي بقى. هو انت بتعمل ايه يا باشا؟ شوف الزفت اللي اسمه هادي في اي حته. طب ما تسالني وانا اقول لك. بس قبل ما اقول لك تقول لي الاول. اقول لك ايه يا بت؟
انت هتديني حقي من الشغلانه دي ولا اجيب عليها وطيعه ونخلص؟ نعم يا روح امك، انت عايزه تقولي لي ان حقك لسه ما وصلكيش؟ طب ازاي؟ ده انا باعت لك مع هادي فلوس قد كده. يا ابن الكلب يا هادي، هي قالت لك كده؟ ايوه. ما جايز تكون كذابه. وايه اللي خلاك تكذب عليا؟ يعني يكونوا هما الاثنين متفقين مع بعض. اتفقوا مع بعض ازاي؟ اتفقوا مع بعض تقوم جايه لحد عندي وتجيب لي ورقتين اللي احنا داخلين عليهم، وكمان تقول لي على اللي ناوي عليه الشيف خشاب معاكي. افرضي انها متفقه معاها. على فكره يعني كانت هتيجي تقول لي على كل حاجه، نوران ما تخبيش عني حاجه، والعلم بقى مش هترجعوا للمكتب تاني. هي نفذت المطلوب منها بالظبط، عشان كده اديت لها الملف بتاعها. عموما ما تشغلش بالك. فريده الموضوع خطير بجد. ده شيف الخشاب مش اي حد. الاعمار بيد الله. يا ماما انا بقول لك ان شيف الخشاب يا اما هيقلب عربيه بيكي يا اما هيفجرها بيكي. هي نوران بتاعتك دي كانت قاعده ساعه الاتفاق؟ لا كانت نايمه. نعم؟ هو قال لها وهي في حضنه. وقال لها ليه؟ هي محبورته في الكلام، شغلانتها بقى. تفتكر هو هيسيبها في حالها؟ مش هيعرف طريقها. وبعدين هو دلوقتي مشغول في الانتخابات. مختفي ليه بقالك كام يوم؟ يا فندم مش مختفي ولا حاجه، انا تحت امر سيادتك. اول ما حضرتك كلمتني جيت لك على طول. ما قلتليش ليه انك كان مقبوض عليك في قضيه دعاره؟ اصلها حاجه وسخه وتكسف يا فندم. انت خليت فيها يا فندم ولا زفت بعد الفضيحه اللي حصلت لي بسببك؟ مصيبه ايه؟ ربنا ستر الحمد لله والفضيحه اتلمت. اتلم ازاي وفضحتك في جريده بكره؟ اقرا وشوف الفضايح، الله يخرب بيتك. الخبر ده منشور في الجورنال بقاله فتره. عايز اعرف القضيه دي وصلت لحد فين يا اشرف، وتبقى هاي لو جبت لي كل تفاصيل الجريمه. حاضر يا دكتوره، بس حضرتك مصدقاني في اللي انا قلته؟ اشرف عفى الله عما سلف، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني. أصل والله العظيم يا دكتورة أنا ما اكتبش مذكرات بالشكل ده. ده واحد كان متعمد يأذي الموكل بتاعنا. وبعدين بصراحة لما قال لي إنك شفتي المذكرة وموافقة عليها ما قدرتش أتكلم. هو ما كانش عايز يأذي الموكل. هو كان عايز يأذيني أنا. عموما خلاص إحنا فتحنا صفحة جديدة الحمد لله. هو ده الموضوع اللي كنت عايز تكلمني عنه لما شفتني في الكلية؟ أيوة يا دكتورة. انسى بقى خالص وركز في القضيه ديت. انا مش عايزه مازن يعرف حاجه عن الموضوع ده. اكيد. ميرسي. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. ايه يا صبري، عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ حضرتك ركناها في حته بتقول للحرامي تعالى، وانا والرجاله واقفين مراقبينها من بعيد. ماشي يا دكتور، اي حاجه تحصل ابلغك بيها على طول. لا اطمني، جاهزين ومرتبين كل حاجه. العربيه التانيه مفتاحه مع السايس. تحت امرك يا دكتور. ماشي. كويس قوي. يعني كده المشكله اتحلت. متشكر. رئيس التحرير كان عامل اللي فيها زعيم وطني، بس خد فوق دماغه. عارف مين اللي اداله ملف القضيه بتاعتك؟ يحيى العرابي. يحيى العرابي؟ مش ده الراجل اللي خليتنا نحل له مشكله الارض اللي وضع يده عليها؟ للاسف. مين الراجل ده يا عاطف؟ وايه حكايته بالظبط؟ معاليك، الراجل ده كان حماية. بس هو ايه اللي عرفه بالقضيه دي اصلا؟ ومين اللي اداله المحضر اللي اتحطت في الجرايد؟ زياد بيه؟ ايه رايك في المفاجأة دي؟ عايز ايه؟ عايز اعرف انت ليه عملت معايا كده؟ انا اللي مفروض اسألك السؤال ده. مش عيب عليك لما تكون راجل ليك وزنك في السوق وتجرك حتة مرة؟ ومش هي دي برضه المرة اللي انت خدتني علشان اطلعها لك من نيابة؟ اللي انا عملته معاك خير، بكشف لك اللي بيحصل في شركتك وممكن يكون بيحصل من وراك. انت راجل كذاب وهزق. احترم نفسك وما تطولش لسانك. انت قلق ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه.
حظ امك المعفن انك وقعت في ايد واحد ابن 60 كلب صايع، جاي لك النهارده بقى عشان يعلمك حاجه. يا مسون امضي. ايه دول؟ دي الاوامر بتاعه بيع وشراء الاسهم اللي انت رميت في الحجز بسببها. امضي امضي. اللي بتعمله ده غلط. ما انا عارف. ماشي. اتفضل. وماله؟ ماشي. انا هخرج امشي دلوقتي. اي دقة نقص هندم امك النسوي. ايه؟ انزل حالا اعمل له محضر. اسمع كلامي يحيى بيه، الورق اللي معاه ده هيوديك في داهيه. طبعا هيرفع عليك قضيه ويطلب تعويض. بقولك ايه؟ وانت رايح خد معاك 2-3 شهود. يا اخي خليهم يقولوا ان هم شافوه وهو بيهددك. انا هبعت لك حد من عندي في المكتب. هيفضل معاك ويجيب صوره من المحضر. يلا مع السلامه. جري على يحيى العرابي. تخليك معاه وتجيب لي صوره من المحضر. هو ايه اللي حصل؟ لما تروح هناك هتفهم. يلا. طب وانتي؟ انا ايه؟ انا مروحه. لوحدك؟ نعم، ما طول عمري بروح لوحدي. اه بس كان قبل ما نعرف ان في خطر على حياتك. ايه؟ خايف عليا؟ ايوه. ما تقلقش، خليها على الله. الرب واحد والامر واحد. يلا يا مس. يلا. مش قفشتي وتظبطتي؟ قفشت ايه يا حاصره؟ ده انا صمت وفي الاخر فطرت على بصل يا اخوي. يا البصله ب 25,000 جنيه دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ احنا متفقين على الارنب والراجل كان بيديلك وانت بتاكل وتنكر. كداب في اصل وشه. بقى كده؟ طب انا هقول له. ما تقولي له انت هتخوفيني. اه ما انت خلاص قلبك جبن. هو مش قال لك انك هتقفشي قرشين حلوين الفتره اللي جايه دي؟ ما خلاص بقى. ها بس قال لي اختفي عن الانظار وما اروحش شقتي لغايه بقى ما اعرف الولايه دي ناوي على ايه. سهى ارجعي شقتك ومفيش اي حاجه هتحصل، وستي دي مش هتبلغ عنك ولا اي نيله. تمام يلا بقى سيبيني عشان عندي مشوار لازم الحقه بسرعه. وانا يا اخويا ماسكه فيك ولا شبطانه في رقبتك؟ ما تروح لها، روح لها يمكن تجيب لي الشريط اللي ماسكاه عليا. الله، امال عربيه حضرتك فين يا دكتور؟ افتح يا اجا من غلك. حاضر. هيا ريتشارد، هو عندي هنا في الفيلا، شوف شغلك. ها ازيك يا هادي؟ الحمد لله يا طنط. امال فين سلمى؟ اوعى اكون زعلتها؟ انا ما شفتهاش اصلا. هما ما دخلتش ليه؟ هما قالوا لي استناها هنا. انت متاكد ان هما قالوا لها ان انت هنا؟ لا مش عارف. اه صحيح، هو كلمك؟ مين؟ زياد؟ هيكون من غيره؟ اه كلمني كتير جدا وبعت لي مسجات. عايز ايه؟ مش عارف بس انا ما بردش عليه. احسن بلاش تعبره. طب لو جاني البيت هعمل ايه؟ اطردوا طبعا. اسمع كلامي ما تقلقش، اطردوا وانزل اعمل له محضر عدم تعرض. بس ده بعت لي مسج بيهددني. حلو قوي،
بالمسج دي هبعتك لمحمد الدكروري في نقطة الزمالك، هو يعمل لك كل الترتيبات. تعالى يا حبيبي اتفضل تعالى. تعالى اتفضل يا هادي. ايه في الباب وراك يا حبيبي؟ ريزانا انداهي سلمى من فوق. وريني بقى المسج كده. ده سب وقصف. انا لو منك تعمل له محضر. بس يعني بلاش علشان خايف؟ لا مش خايف. امال ايه؟ بس مش عايز مشاكل. ما كنتش اعرف ان انت جبان قوي كده. عموما انا كنت عايزه مصلحتك. اصل الاشكال اللي زي زياد دي ما تضمنش. واحد مجرم بقى ممكن يعمل فيك اي حاجه. انا مش عايزكم تخافوا ولا تقلقوا من اللي حصل ولا كان اي حاجه حصلت. كل يومين ثلاثه والشركه تفتح وتشتغل زي الاول واحسن. احنا مش قلقانين على فكره. احنا شغلنا كله سليم. حتى عمرو انا ما اعتقدش يا ريس ان عمرو بعنا. عمرو اتلعب بيه ولما حس بكده هرب. عمرو مش بتضحك عليه. عمرو ضحك علينا ولعب بينا. ما يتهيأليش يا مستر زياد. عمرو شغال معانا بقاله زمان وكان قدامه كذا فرصه للخيانه ومع ذلك ما عملهاش. طب عايز حد فيكم انتوا الثلاثه يقول لي ليه عمرو قافل تليفونه وقافل شقته ومختفي؟ المشكله ان الملف اللي فيه عنوان ابوه موجود في الشركه وطبعا ما فيش حد فينا عارف يدخلها من ساعه ما قفلوها. يا جماعة احنا لو وصلنا له هتتحل المشكلة. ده على اساس ايه؟ ان المشكلة ما اتحلتش؟ الاوردرات اهي بامضة يحيى العرابي. ايوه كده يا مستر زياد. قولوا الحمد لله. الحمد لله. بقول لكم ايه؟ لو البوليس ما حدش يتكلم سيبوني انا اتعامل. ها دينا اخفي الورق ده في شنطتك ما يطلعش لاي مخلوق. بكره الصبح تكوني في النيابه وتقولي ان عمرو اللي اداهولك. مفهوم؟ اوكي يلا. We'll be right back.